ولمناقشة تداعيات إصدار برهم صالح مرسوما رئاسيا بالعفو عن ابن محافظ النجف المتهم بتجارة المخدرات ودلالات ذلك المرسوم، معنا عبر الخط الهاتفي عضو الهيئة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ عبد القادر النايل. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. يعني في الحقيقة يتساءل المراقبون، ما الداعي والمبرر لهذا العفو الرئاسي الذي يعد غير مسبوق على معتقل بتهمة تجارة المخدرات والترويج لها، بل قام هذا المعتقل السابق بالشفاعة بين قوسين لأصدقائه ورفاقه في درب المخدرات وبالإفراج عنهم أيضا؟ من المعلوم تماما أن هذه الخطوات التي ترتكب في العراق هي جرائم بحد ذاتها، وبالتالي ما فعله برهم صالح هو استكمالا لمشروع التدمير الذي لهم أساسا جزءا رئيسيا منه، سواء الرئاسات الثلاث أو الكتل السياسية أو مجمل العملية السياسية. وبالتالي هؤلاء أيضا يطلقون من يدمر الشعب العراقي بالمخدرات أو بالقتل. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار كل مراسيم العفو الذي صدرت بتوقيع برهم صالح وهي من صلاحياته بالعفو الخاص، وجدنا أن جميع هؤلاء حقيقة ينتمون إلى الأحزاب وعليهم جنايات وعليهم ارتكابات مخالفات قانونية، سواء بالمخدرات أو بعمليات الخطف أو بالابتزاز المالي أو بالفساد أو بالقتل. لذلك لم يطلقوا سراح الأبرياء بالمطلق، وإنما ذهبوا بهذا الإطار، لأنه أيضا العملية الصالحة السياسية وبرهم صالح والرئاسات الثلاث وحتى جزء من مجلس القضاء الحكومي كلهم يشتركون ليكونوا جزءا واحدا وفريقا واحدا من الذين دمروا العراق بكل توصيفاته، وبالتالي يساندون المجرمين بعضهم لبعض. نعم. طيب، هذه المساومة إلى أي مدى يمكن أن تعبر عن وجود أزمة سياسية كبيرة لدى أحزاب السلطة في العراق ومدى تعمق الفساد فيها، ويعني حتى وصلت إلى رأس الهرم في العراق إلى الرئاسة العراقية؟ هو هذا يعني حق قضية الفساد والانسداد السياسي التي وصلت إليه العملية السياسية كشفت كثير من التبعات لهذه القضايا. يعني عندما يتم بيع منصب محافظ من أجل إخراج تاجر مخدرات، إذا أي وضاعة سياسية وصل إليها هؤلاء وأي انسداد سياسي وصلت إليه العملية السياسية التي يخبرها الشعب العراقي بأن هذه حقيقتها. لذلك هؤلاء حقيقة وصلوا إلى درجة من الانحطاط السياسي بطريقة كبيرة تماما لا يمكن وصفها حتى على مستوى المافيات. المافيات يحكمهم قانون، وأقصد هنا مافيات المخدرات ومافيات تجار البشر في دول العالم يحكم قانون، لا هؤلاء لا يحكمهم أي مبدأ، لأنهم يسيسون كل شيء حتى القوانين التي يمكن أن تكون مرجعا لمحاسبة هؤلاء التجار أو الفاسدين. نعم. أو القتلة لا يمكن أن تحتسب. وبالتالي أيضا كشفت قضية مهمة وهي شرعنة المخالفات القانونية من مجلس القضاء. نعم سيد عبد القادر، هناك أنباء عن سحب العفو الرئاسي عن جواد الياسري نجد المحافظ كما هو معروف، والسؤال يدور الآن عن قيمة هذا سحب هذا العفو في ضوء معلومات تتحدث عن تمكن هذا المتهم السابق والمفرج عنه من السفر خارج البلاد في الأوقات الماضية. وهذه المعلومة المهمة التي وصلت من مساء مساء هذا اليوم بأن المجرم التاجر المخدرات جواد قد خرج خارج العراق، وبالتالي القضية تأتي إلى ذر الرماد في العيون. يعني سحب قضية العفو الخاص هي حقيقة لأن هناك أصبحت ضجة إعلامية كبيرة، وأن هناك مواقف سياسية ومنها موقف الميثاق، وبالتالي أيضا مواقف شعبية كبيرة، حتى أن هناك تظاهرات لفاعلين في ثورة تشرين في بغداد ضد هذا العفو. وبالتالي هذا الإحراج الشعبي دفع برهم صالح للتراجع وسحب العفو. لكن ما قيمة هذا العفو الذي سحبه؟ وحتى إن لم يخرج تاجر المخدرات جواد الياسري خارج البلاد، حتى وإن لم يتمكن من الخروج، هو كشفت حقيقة مهمة على أن هؤلاء لا يمتلكون قرارا سياسيا ولا نضجا سياسيا في أنهم يعني يفعلون قرارات أو يفعلون قرارات لصالح المواطن العراقي، بدليل على أنهم يعفون عن المجرمين
ثم يسحبون ذلك العفو من أجل ذر الرماد في العيون، لأن لا يريدون أن تكون شوشرة عليهم إعلامية من أجل الوصول إلى منصبهم أو تجديد ولاية ثانية لهم في رئاسة الجمهورية. وقد يستوعب المواطن العراقي سحب ذلك القرار أو العفو الرئاسي الخاص لو كان جواد ما يزال في العراق، لكن سفره إن كان قد سافر كما تقول المعلومات يؤكد هذه الفوضى السياسية والأمنية الموجودة. في ناحية أخرى، وقد يبدو سؤالا تمييزيا في الحقيقة، لكن نحن نضطر لهذا السؤال، ماذا عن مصير آلاف المعتقلين في السجون والذين تؤكد تقارير حقوقية ويؤكد ذووهم أن اعتقالهم جاء ظلما، وهناك عشرات الحالات أو مئات الحالات من هذا النوع، لماذا لا يحصل على قرار أو عفو خاص من الرئاسة العراقية كما يجري في المناسبات العامة وكما يفعل الرؤساء والملوك في بعض المناسبات الدينية والمناسبات الوطنية الخاصة؟ أولا، بعيدا عن شهادات مراكز الحقوق وذويهم، هم أنفسهم الأطراف السياسية بما فيهم برهم صالح يؤكد على أن هناك آلاف، وقد قالها الكاظمي آلاف داخل السجون. ومن ثم الإجراءات القمعية التي حصلت سواء للمتظاهرين في عموم التظاهرات العراقية، وهنا هذا الوصف الدقيق، سواء كانت في 25 شباط أو ما بعدها المحافظات الستة أو ثورة تشرين، جاءت اعتقالات تعسفية عن حرية الرأي، وأن هناك معتقلين إلى هذه اللحظة من قمة 2013 المالكي عندما أو 2012 عندما احتجز بطريقة الاحتجاز الاحتياطي لأعداد بالمئات، وإلى هذه اللحظة هم بلا محاكمات ولا مذكرات توقيف ولا تحقيق، إنما يعذبون ويساومون أهليهم. كل هؤلاء لم يجد التفكير فيهم على طوال هذه السنوات، لأن هؤلاء يا سيد العزيز الرئاسات الثلاث أو رئاسة الجمهورية، هؤلاء ليسوا بناة أوطان وليسوا رجال دولة حتى يمكن أن يتمكنون أن يصدرون عفوا أو يصدرون قرارات ذات علاقة يمكن أن تكون كالملوك أو الأمراء أو رؤساء الدول في البلدان الأخرى. نعم. لأن هؤلاء يشتركون وقد اشتركوا في مشروع بول بريمر من أجل تدمير العراق، فالذي يدمرون لا يمكن أن يكونوا جزءا من إفراح أو إسعاد أو أن يكونوا رجال دولة بقراراتهم مع الشعب العراقي. يعني هذا تقليد معروف أستاذ عبد القادر كما تعرف، تقليد معروف في كل أنحاء العالم. طيب، موضوع آخر هو على قدر كبير من الأهمية، إلى أي مدى تعتقد أن هذا العفو الخاص يعني أكد ضعف القضاء في العراق وعجز المؤسسات عن إنفاذ القرارات، وبالتالي إعطاء الضوء الأخضر لمروجي وتجار المخدرات والميليشيات بمزيد من الإفلات من العقاب وتشجيعهم على هذا العمل المستمر؟ القضاء الذي لا يحترم دم القاضي الذي سفك بنار أو بطلق أو بعتاد تجار المخدرات لا يمكن أن يكون قضاء مستقلا دون أن يكون مسيسا. يعني بالأمس القريب تم اغتيال قاضي في ميسان لأنه مشرف على ملفات تجار المخدرات، لذلك بالتأكيد سيشجع هؤلاء تجار المخدرات هذه القرارات، وهي شرعنة لمخالفات قانونية. للأسف الشديد وصل إلى مرحلة أن القضاء ليس ضعيفا إنما يتواطأ مع الجريمة المنظمة، بدليل أنه إلى هذه اللحظة كثير من ملفات أو تهريب السجناء الذين تتعلق قضاياهم بالمخدرات واضحة تماما، وإلى هذه اللحظة لم تصدر الأحكام الباتة والقطعية، لأن القانون العراقي حقيقة يجعل عقوبات مغلظة تصل إلى الإعدام لتجار المخدرات، لم تفعل بهذه الطريقة، بينما ترى محاكمات أخرى بين ليلة وضحاها يتم إصدار الحكم. هذا يؤكد حقيقة على أنه هناك انحياز من مؤسسة القضاء إلى الأطراف السياسية، وبالتالي يؤكد أيضا على أنه عملية دفع وترشيح القضاة عمل المعهد القضائي من خلال أناس تزكيتهم من الأحزاب يدل على أننا وصلنا إلى مرحلة لا وجود لقضاء مستقل في العراق. أشكرك جزيلا عضو الهيئة العليا للميثاق الوطني العراقي السيد عبد القادر النايل، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.